السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي داير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم ان شاء الله في فيديو جديد. اليوم بنياتي عباره هذا الفيديو عباره عن واحد الوصفه كتقضي على المشاكل اللي كتمنع الحمل. كاين بنياتي كاملين كيجيو كيكتبوا تعاليق عندهم مشاكل كثيره، وهذوك المشاكل اللي ما كيمنعوا الحمل واخا كيديوهاش فيها، ولكن هي راه عامل قوي اللي كتمنع الحمل. واخا كتحس بانها راها البويضه ديالها تخصبات ويعني ومزيانه، ولكن هذوك المشاكل اللي كيكون عندها كتقضي على الحمل، ما كتخليش ديك الحمل كيضبط. مثل التهابات في الرحم، التهابات في المبيض، يعني انتفاخ في المبيض ديال السيده، عندها افرازات يعني افرازات خيبه، يعني كتطلق حموضه وكتقتل ماء الرجل، يعني ما كتخليش داك التخصيب يكون مزيان، يعني الحموضه ديال الرحم كما كنقولوا، وكتكون عندها انفيكسيون وعندها الحكه وعندها مشاكل وعندها بروده وعندها الجدار الرحم كيكون ضعيف، وعندها المشاكل اللي كتكون بزاف كثيره. من ضمنها الخطير هو التهابات في المهبل، والتهابات في جدار الرحم، والتهابات في المبيض. المبيض كيكون عندنا فيه انتفاخ، يا اما انتفاخ بالماء او انتفاخ بالبرد، يعني كيكون هذوك الانتفاخات هما ملي كيخليوش السيده يضبط لها الحمل. كثير من النساء عندهم هذه المشاكل. جبت لكم بواحد العشبه زوينه من شجره مباركه ذكرت في القران، هي اللي غتقضي على هذه المشاكل، الا وهي شجره الزيتون، اوراق الزيتون. هاد اوراق الزيتون سبحان الله العظيم راه كيقضيو على هاد المشاكل كلها اللي قلت لكم، مثل الحموضه، يعني هاد الورق الزيتون كتقضي على الحموضه اللي كتكون في الرحم، وكتقضي على التهابات والانفيكسيون، وكتقضي على مشاكل كلها اللي قلت لكم. يعني تابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير، مفيد جدا. الا قضيتي على هاد المشاكل بهاد ورق الزيتون ان شاء الله غادي يكون حمل، ويكون حمل صحيح وسليم ان شاء الله. تابعوا معايا بنياتي. بسم الله على بركة الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. هادو هما ورق الزيتون من الشجرة المباركة التي ذكرت في القرآن، هي هاد الورق الزيتون راه هاد الأيام راه موجود، يعني راه ما غاديش تتغلبوا فيه، أن موجود، اغتنموا هاد الفرصة وديروه، يعني ديروه، راه تقدر هاد المشكل اللي عندكم ما تكونوش عارفينه، وديروا هاد ورقة الزيتون، ومن غيبان لكم الإشارات اللي غنقول لكم راه غتعرفوا أن هاد المشاكل عندكم، ما بانش لكم عرفوا أن الإشارات، هادوك الإشارات ما عندكمش. أولا غنوريكم بنياتي كيفاش غتستعملوه، ومن بعد غنوريكم بنياتي كيفاش الإشارات اللي غادي تنزل منكم باش تعرفوا. أولا غناخدو ورق الزيتون، وغناخدو واحد الكاسرونة بحال هادي آنية، وناخدو الكمية على قد الإيد، يعني بحال مثلا على قد الإيد. موجود الزيتون، يعني موجود الورق ديال الزيتون بلا ما نسقرمو، يعني نديرو اوراق الزيتون ها هما بحال هكايا على قد الايد، وغادي نصبو عليها الماء الغليان. بسم الله. غنصبو عليها الماء الغليان بحال هكا، ولكن بعد ما كنا غسلناه راني غاسلاه ويعني وماسحاه، ما غاديش نكب عليه الماء الغليان بحال هكايا. قيمت نص سيترو ديال الماء، يعني نص سيترو ديال الماء بحال هكايا. بعد ما غنكبينا عليه الماء الغليان غنديو ثاني على النار، غنغليو مده 10 دقائق حتى كيطلق لينا هذاك ورق الزيتون في الماء ان شاء الله، وغنرجع لكم وغنوريكم ان شاء الله كيفاش غادي يكون. بسم الله على بركه الله، رجعنا لكم بعد ما غليناها 10 دقائق. هانتوما كيفاش كيولي 10 دقائق اش غنديروا بنياتي. انا كنقلت لكم الماء نصف لتر ديال الماء، واحد الشده ديال الايد ديال الورق ديال الزيتون، راه موجود راه في الاشجار، عطى الله هاد الايام راه موجود، بلا ما تخافوا انكم تقلوا، غير ديروا الكمشه ديال على قد الايد بحال هكا ولا صبرت الايد. اش غنديروا بني وليداتي كيفاش الطريقه؟ غناخذوا منه واحد الكاس بحال هكا، غناخذوا واحد الكاس، هاد الكاس غنحتفظوا به هو الاول، هذا ان شاء الله غنقول لكم اش غديروا به. هاد الكاس ها هو قد ديال الكاس ديال العنبه، وغنديروا معاه واحد العرش ديال يعني من اوراق الزيتون بحال هكايا،
بحال كنخليو بحال كون نديرو نزيدو ثاني شي عريش من عروج ديال الزيتون. ها هما بعد ما نقصنا واحد الكاس ودرنا فيه واحد العروج تاع ورق الزيتون غنغطيو بحال هكايا ونخليوه يطلق على جانب. نغطيه وغنوريكم اش غديروا. نخليوه على جانب. غناخذوا هاد الكاسونه اللي باقي فيها اش غنديروا. من ورا الدوره السيده اللي عندها هاد المشاكل باش تقضي عليها ان شاء الله. من ورا الدوره مباشره تكون على طهر تاخذ هاد ورق الزيتون وتغليه وتحيد منه هاد الكاس وتخليه. وتاخذ في الليل هاد في الليل قبل النوم غادي دير بخار يعني حمام بخاري بهاد الورق الزيتون. يعني تحيد مثلا الملابس الداخليه ديالتها وتحط رجليها هنا وتحط رجليها هنا وتخلي هاد البخار يطلع مع المهبل ديالها باش ينظف ليها الرحم ديالها من هذوك الالتهابات والالتهابات المبيض واي افرازات وانفيكسيون والحكه. حتى الحكه اللي كان عندك في المهبل كيقضي عليها. مني بعد مني كديري هاد الحمام البخاري حتى كيسخني داك الحمام ديالك ديال المهبل ديالك كتلبسي الملابس مزيان وكتمشي للفراش ديالك وكتشربي هاد الكاس. كتشربي هاد الكاس اللي وريتكم. هاد الكاس غتنحيدو ليه السلوفان ديالو بحال هكايا. هانتوما غتحيدو السلوفان تلقاوه طالق وتشربوه. هانتوما نوري لبنياتي بحال هكايا. غناخدو هاد الكاس بحال هكايا وغنشربوه. ونقدرو تحليوه بالعسل تقدرو تشربوه بحال هكاك بلا ما تحليوه. يعني الا كان عندكم عسل النحل تحليو بالعسل النحل. ما عندكمش تشربو عيب بحال هكاك ساده راه مزيان. ونعسو عليه شحال من يوم 3 ايام من ورا الدوره 3 ايام ورا الدوره قبل النوم ان شاء الله غادي يقضي. وديروا ما بينكم وبين المهبل ديالكم ديروا واحد فوطه صحيه باش تشوفوا الافرازات اللي غتهود منكم. اذا هودت منكم ديك الافرازات ومياه وشي افرازات خايبه عرفوا انها الوصفه نجحت لكم ولقات عندكم دوك المشاكل. ما هبطوش الافرازات راه نتوما عندكم حتى شي مشاكل راه نتوما مزيانين سالمين ان شاء الله. غيكون الحمل ان شاء الله بعد ما كتقضي على دوك الافرازات. الا كان عندك افرازات وعندك مشاكل كيف افرازات ديال اعزكم الله ديال الجبن. كاين اللي كان عندها افرازات بحال ديال الجبن افرازات رائحه كريهه افرازات كتكون حموضه كتقضي على المشاكل ما كتخليهاش تحمل نهائيا. هادو هما الوصفه ديالي اللي بغيتكم اليوم راها ساهله ماهله غير بورق الزيتون اللي هو موجود عندنا موجود في الاشجار. كاين اشجار حائطه بينا في الشوارع في المساجد في كما لقيتي كتلقاي هاد اشجار الزيتون مباركه. هاد الورق ديالها راه نافع نافع حتى اللي عندها حموضه اللي كتكون عندها حموض يعني عندها كما كنقولوا داك حموضه يعني افرازات قلويه افرازات حموضه غير قلويه خاصها ترجعها قلويه باش تقدر تحمل بالحمل الصحيح وما يكونش فيه مشاكل وما يكونش على اسقاط ولا اجهاض ولا والو. لان بعد الخطأ تيكون هاد المشاكل وكتقدر المراه تحمل ولا كان عندها المشاكل ما كتبرش الحمل كيولي عندها اجهاض من الاسبوع الاول ولا من الاسبوع الثاني. هذا هو الوصفه ديالتي. نتمنى بنياتي تكون هاد الوصفه عجبتكم. ثقوا بيا بنياتي راها وصفه فعاله فعاله. راه من الشهر الاول ان شاء الله يكون حم بهاد الورق ديال الزيتون اللي غنديروه ان شاء الله منقوع بالطريقه اللي وريتكم. راها ساهل ماهل يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. عيب هاد المنقوع ديال الورق الزيتون غتقضي على هاد المشاكل اللي قلت لكم كامله. ونتمنى بنياتي تعجبكم الوصفه. واللي عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاصدقاء. وما تنساوش تكثروا عدد اللايكات باش الفيديو يطلع ويشوفوا اكثر عدد ممكن من الناس لتكون استفاده والدال على الخير كفاعله. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.